الحديقه في الحقيقه اصبح واحد المرض مزمن اول الانتشار على الصعيد العالمي، لانه حاليا الحديقه هو اول المرض المزمن عند الاطفال. وكنعرفوا بان الاحصائيات اللي قمنا بها والدراسات اللي قمنا بها على الصعيد الوطني بينات بان مرض الديقة عند الطفل قدر يوصل حتى لتقريبا 20%، اما عند الناس البالغين فتقريبا النسبه تتراوح ما بين 15 حتى 18%. هذا تعني بان هناك يعني الحاله ديال الضيقه غادي تتزاد على الصعيد الوطني، غادي تتزاد بواحد الصوره كثيره، وهذا الشيء ناتج على جوج المسائل حاليا. اولا الحساسيه، يعني اصبحت يعني مرض العصر، الناس كلهم عندهم الحساسيه، ولكن خصنا نعرفوا من بعد اش النوع ديال الحساسيه. وثانيا هناك التلوث البيئي في المدن الكبرى بحال الدار البيضاء مثلا اللي تنشوفوا فيها اكبر عدد ديال الناس والاطفال اللي عندهم مرض الضيقه. شنو هي الضيقه؟ يعني الدقة مسألة سهلة، وأنه أي إنسان تستشعر بأنه التنفس عنده صعيب ما تيقدرش يتنفس، يعني بالأخص يدخل النفس مزيان ولكن ما تيقدرش يخرجها مزيان، داك الهواء تيدخل ما تيخرجوش كله، وتسمى واحد النوع ديال الصفير بحال الصفارة الصدر صافير، وبعض الاحيان تكون واحد السعره ناشفه بالاخص في الليل. هادو هما العلامات الاساسيه ديال الضيقه اللي الناس بعض الاحيان ما تعرفوهمش. الناس يبقاو يتسناو حتى يشوف مثلا السد ديالو تيصفر تيزوي وتيديو المستعجلات عتعرف بانه عنده الضيقه. حاليا الضيقه هي ملي تكون يعني مثلا الطفل ولا الانسان بصفه عامه تيشعر بواحد الاختناق في التنفس، يعني الناس تيقولوا لنا بانه تيدخل النفس كامله ولكن ما تيقدرش يخرجها، ولا خرجت تجي واحد السعره ناشفه، واحد النوع ديال الصفاره في الصدر ديالو. يعني الناس ككل سمعوا ان هذه هي الضيقه. بعض الاحيان تكون الضيقه تاخذ واحد يعني بعد اخر، يعني يكون من الاخص عند الاطفال تكون عندهم واحد السعره ناشفه، والناس تيدير واحد الخطا كبير وانه تيمشيو للصيدليات وتاخذوا المضادات الحيويه لي زانتيبيوتيك. هذا خامس على خطيره بالاس. اذا كانت عند الانسان واحد السعره ناشفه بالاخص في الليل خصو يعرف بان ربما هذيك تقدر تكون ضيقه، وخصو يشوف طبيب اختصاصي في امراض الحساسيه ومرض الربو يعني الضيقه. غالبا ان الضيقه السبب الرئيسي ديالها حاليا على الصعيد الوطني هي الحساسيه. وخصنا نعرفوا واحد المساله اللي مهمه بالنسبه لي، هو انه الضيقه غالبا تجي من بعد الحساسيه ديال الانف. يعني تيكون الانسان النيف ديالو تيسيل، تيكون النيف ديالو تيتسد من المره الجايه المنيليه من المره الجايه اليسريه، تيكون عندك واحد العطيس. هادو هما العلامات ديال الحساسيه، وتيقول لك بانه عنده الزكام ولا عنده لا غريب ولا ضربه البرد العام كله. المساله خاطئه، هذا تعني بانه راه عنده حساسيه تقريبا تدوم العام كامل، ولا ما عالجناهاش تتهبط الجهاز التنفسي القصبات الهوائيه وتتنزل وتتخلق واحد الالتهاب وتتولي القصبه الهوائيه تنكمش على نفسها، يعني تضيق هكذا. ملي تضيق الهواء تيدخل وما تيخرجش كله، هذا تعني بان الضيقه جات كمرحله ثانيه من المرض الحساسيه. واش حاليا ممكن العلاج ديال الضيقه؟ بطبيعه الحال حاليا اولا يجب الكشف على الضيقه، لانه بعض الاحيان الناس يمشيو عند مجموعه من الاطباء وربما تخطئوا في التشخيص ديال الضيقه، ربما يعطيو بزاف ديال المضادات الحيويه. يعني التشخيص يبقى بسيط، وانه غالبا تلقاو الحساسيه عند الاب ولا الام، غالبا تلقاو واحد النوع ديال الصفير اللي درنا ديك الصناطه، واحد النوع ديال الصفير في الصدر ديال الانسان اللي مريض بهذا الشيء ديال الضيقه، وتنقوموا بواحد التحليله معينه هي تنعبروا التنفس. شنو هو تنعبروا التنفس؟ هو انه الانسان اللي عنده الضيقه تندخلوا لواحد لاباري وتنسجلوا التنفس ديالو وتنشوفوا التنفس ديالو بشحال ناقص، واش مثلا ناقص ب 5% ولا 10% ولا 30%، باش نعرفوا الضيقه ونعرفوا فين اش المستوى وصلت، لانه كاين بزاف ديال المستويات، كاين الضيقه الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وكل وحده عندها واحد النوع ديال العبر ديال التنفس. كاين اللي عنده تعبر ديال التنفس كندو مزيان، كاين اللي ناقص ب 15، كاين اللي ناقص ب 20، كاين اللي ناقص ب 30، كاين اللي ناقص حتى ب 60%. يعني فقط العبر ديال التنفس هو اللي تعطينا فكره على الضيقه وفي وصلات الحده ديالها. ومن بعد تيكون هناك علاج. جميع العلاجات الحمد لله متوفره على الصعيد الوطني، فقط سنعرفوا بان العلاج من ياخذ الانسان خصو اولا يحترم الوصفه الطبيه اللي عطاها الطبيب، ثانيا المده الزمنيه، وهذا هو الخطا اللي تيوقعوا فيه بزاف ديال الناس اللي مصابين بالضيقه، تقريبا 45% تيحبسوا العلاج لانه حس براسو ولا لاباس، دونك تيحبس العلاج. لهذا
العلاج غالبا تكون عباره عن الرشاشات. هنا باغي ندير واحد الملاحظه اللي مهمه، وان الرشاشات ككل ما تاثرش بتاتا على الجسم ديال الانسان، لان هناك القيل والقال فيما يخص الرشاشات بان الرشاشه تتاثر على القلب، تتاثر على هذه على الكلاوي. من هذا المنبر باغي نقول للمشاهدين الكرام بان الرشاشات كلهم ما تاثرش على الجسم، انما كاين هناك رشاشه ورشاشه. يعني كاين واحد الرشاشه اللي تنستعملوها فقط الا كنا مزيانين، وكاين واحد النوع ديال الرشاشه اللي خصنا نستعملوها يوميا في الصباح وفي المساء لمده على الاقل شهرين حتى 3 شهور. هذه تسمى العلاج المداوم لمرضى الدقه، لو تريتمون دو فون. هذا العلاج خص الانسان ياخذه باحترام، يعني حتى المده الزمنيه ديال شهرين 3 شهور، لانه حاليا ربما يتطرح السؤال واش ممكن الدقه تعالج. انا نجاوبكم بان حاليا ممكن نعالجوا الدقه، ممكن نتحكموا فيها، ممكن نزولوها، فقط خص الانسان ياخذ العلاج ديالو بصوره يوميه في الصباح والمساء. يعني خصو يحترم المده الزمنيه ديال الدواء ويحترم العلاج الوصفه اللي عطاه ليه الطبيب.